نروح للكابتن عبد اللطيف الدوباني. كابتن عبد اللطيف معلش تأخرنا عليك، لا ولا يهمك يا استاذ شادي، ازي حضرتك؟ اخبارك وبرحب ايه؟ طبعا وبمثل الزمالك وطبعا بكابتن مصر ونجم مصر كابتن طارق حبيبي طبعا. يا دوما، ازيك يا حبيبي حبيبي؟ حبيبي كابتن، ربنا يخليك كابتن. منور يا باشا. كابتن عبد اللطيف سريعا كده، انت شايف نتائج الزمالك وتأثرت بإيه؟ ايه اسباب النتائج اللي تعتبر سلبية لا شك في هذا؟ شايف يعني احنا في البدايه تاثرت بعدم الاستقرار الموجود، مدرب قاعد ومدرب ماشي، تشكيل فيه بالمعنى البلدي كده في لخبطه في التشكيل، يبقى عندي لعيبه مميزه افضل لعيبه في مصر ويقعدوا دكه، يبقى عندي عبد الله، عندي باكات ليفت كتير جدا وباكات رايت كتير جدا مميزين جدا، نلاقي عبد الله جمعه بيلعب باك رايت. اعتقد ان هو التاليف في التشكيل كان سبب كبير جدا 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 في اللي وصلنا له يعني، لكن برضه في عنصر توفيق مهم جدا، حك وكابتن طارق موجودين. اول مباراه طبعا سوء توفيق غير طبيعي، مباراه بيتر اوكيزو كده طبعا، صحيح. يعني الزمالك عمل كل حاجه في الكوره وكان سوء توفيق، التقصير كل التقصير من المدرب او اللعيبه. المباراه الثانيه يعني مباراه كانت في المتناول، فالطبيعي كان النادي الزمالك كان الطبيعي جدا يحصل على 3 بونت، اعتقد ده اللي فرق مع نادي الزمالك في المباراه الثانيه دي، سببت نوع من الاحباط وده اللي شفناه في المباراه الماضيه يعني. لكن انا شايف البدايات برضه كانت مهمه جدا جدا، الطبيعي والمنطقي نادي الزمالك كان الطبيعي جدا من 4 بونت ل6 بونت في اول ماتشين، فاعتقد نادي الزمالك يمكن ما حسش بالموقف الموقف اللي كنا فيه، واللعيبه برضه الى حد ما المسؤوليه برضه كانت المفروض يحصل منهم افضل اداء وافضل نتيجه والروح تكون افضل من كده. اعتقد البدايات اللي حصلت كده هي اللي خلت نادي الزمالك في الوضع اللي احنا فيه ده. تمام. كابتن عبد اللطيف، انت شايف قرار فسخ التعاقد مع كارتيرون موافق عليه؟ موافق 100% طبعا، خلاص حصل نوع طبعا من خلاص ما فيش ربط بينه وبين اللعيبه، ربط بين الجهاز، ربط بين الجمهور، حصل في توتر بينه وبين الاداره، فالطبيعي جدا كانت مساله وقت خلاص، والراجل مش قادر يشتغل في جو زي ده، وهو طبيعي هو مش مركز بقى له فتره، مش مركز ومش مهتم، وبعدين بيعمل قرارات عنتريه كده ما بياخدش راي حد، وبدا يقلل في التشكيل، بدانا كلنا نحس ان هو يمكن حته المكسب مش في حساباته تماما. اي مدرب وكابتن طارق طبعا سيد المدربين طبعا، اي مدرب مش في دماغه لمصلحه الفرقه والنادي اعتقد لابد يبقى في نتائج سلبيه، فانا اعتقد ده قرار صائب جدا وان كان متاخر كمان. متاخر. تمام. طيب انت شايف يبقى مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي؟ انا شايف وجهه نظري يعني، انا شايف ان لعيبه نادي الزمالك يمكن المدرب الفني الاجنبي في التوقيت ده افضل يعني، افضل يقدر الى حد ما يعني، المدير الفني يكون سي في بتاعه محترم، يكون عارف الكره المصريه، يكون عارف حجم وقيمه نادي الزمالك، يكون جاي بيلعب على البطولات، مش جاي ان هو جاي يادي او مركز او الكلام ده كله، صحيح. فاعتقد مدير فني اجنبي في التوقيت ده افضل بكثير من مدير فني مصري. عبد اللطيف، احنا عايزين نسيان نبارك لك في الاول على صعود طنطا من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، وانت مبروك يا دوما حبيبي يا كابتن طارق حبيبي، الف مبروك يا حبيبي، ربنا يخليك عقبال ما تصعد الممتاز كده ان شاء الله طبعا. طنطا طبعا مش غريب على كابتن طارق يعني، كابتن انت شغال مع بني ادم جميل طبعا، رئيس النادي استاذ فازو عريبي، من الشخصيات المحترمه جدا جدا، وحاجه يعني الحقيقه يعني من رؤساء الانديه المحترمين جدا في مصر الحقيقه شادي. دي حاجه كابتن طارق والله، يوفر كل حاجه بالظبط، يوفر كل عوامل نجاح وكل ادوات نجاح يا كابتن. في الاخر احنا نادي طنطا اسم كبير، والطبيعي والمنطقي ده مش وضعه تماما اللي كان فيه نادي طنطا كابتن، اذا ما كانش في دوري ممتاز، فاعتقد من ضمن الانديه المقدمه في الممتاز ده، فلو الحمد لله قدرنا يكون عند حسن الظن يعني، رجعنا جزء بسيط طبعا لكيان نادي طنطا. الحمد لله والف مبروك وسعداء جدا ليك، وان شاء الله يبقى في اتصال بيننا وانت بقى في فوزك وصعودك الى دوري ممتاز ان شاء الله يا كابتن عبد اللطيف. شكرا.